بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة. أما بعد، بحول الله جل جلاله عما نواله، سنحاول أن نقترب من بعض الدروس المستفادة من بعض آيات وردت في سورة الأنفال. يقول ربنا جل جلاله ابتداء من الآية الثانية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. واضح. طيب، ربي للمؤمنين أنا عبر القرآن كله بلا تعريف جلي لا غبار عليه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السؤال المطروح الآن هو لقاعدين يثيروا في الفتن خاصة في مصر الآن، هل هم مثل السيسي لو كونديكو، هل هم من الناس اللي ذكروا في هذه الآيات الكريمة؟ ربي قال: إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني ما قلت آمنت بالله وقلت تخشى الله، وين الوجل؟ وين الخاشية؟ وين الاستكانة لله؟ وين الاستسلام لله؟ أين؟ أنت تتمرد على الله باسم الإسلام، تتمرد على الإسلام. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الآيات تتلى نسمعوك ونقراوك، لكن هل زادتك إيمانا أو زادتك كفرا وشكا وعربدة يا كون الكفر؟ وسترى صنيع ربي بك إن شاء الله في القريب العاجل. لا نحتاج إلى أمم متخذة، ولا نحتاج إلى محكمة دولية، ولا لا لا نحتاج. إحنا متوافقين من الله أن أمثالك ليس لهم خصال المؤمنين، هذا أعمالك تشهد وأقوالك تشهد عليك لا لك. ولهذا إنما المؤمن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أنت توكلت على من وعدك بما ليس لك بحق، هذا وزارة الدفاع البنتاغون في أمريكا وتل أبيب، هذوما وعدوك، ولهذا أنت ما تتوكل عليهم، وبئس التوكل، لأنك لست آل لتعمل عقلك، عقلك أنا ممسوح، عقلك غائب، بئس ما صنعت بأمتك، أنا جلبت عليها الأضرار والفتن، وأنت زعم أنك تتقي الفتن، وأنك تريد بالأمة المصرية أنا كل خير، أين الخير؟ بعدما رأينا من تقتيل الأبرياء معتصم ولا متظاهر، وتتهمه بأنه يعد العدة بسلاح ثقيل وغير ثقيل. ولهذا أنت تبادرك حتى لا يفتك بك، تغدى به قبل أن يتعشى بك. هذه سياسة الأوغاد، هذه سياسة الجبناء. أين رجال الأمن؟ ليس هناك رجال الأمن ولا أمن. رجل الأمن هو الذي يتقي الله، والذي ما تتوفر فيه هذه الخصائص. هؤلاء رجال الأمن، وهؤلاء يأمنون ويأمن غيرهم لأنهم فعلوا رجال الأمن. أما أنتم حتى أشباه رجال لم تكونوا على المستوى ده، ما بالكم تسميوا روحكم رجال الأمن؟ وأين الأمن؟ كان ناس في وقت قريب كانت الناس تنعم، رغم الفساد من ينخر في مخاخ وعقول جزء كبير من مصر، لكن الأمن كان مستتب نوعا ما، وكانت منا حتى اللي ما يستاهلش أعطاه ربي فرصة باش يعيش في ظل المؤمنين الذي ذكرهم الله بهذه الأوصاف الكريمة. ولهذا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أين التوكل؟ سيريال كيلر، يعني الناس هذوما استمرأوا القتل العمد وسفك الدماء، ونعرفوا سفك دم مؤمن واحد
الشد أمام الله من هدم الكعبة، يعني جريمة مغلظة، جريمة ثقيلة، جريمة قبيحة، ومن كان سببه ومن كان من حرض عليه، وبكلمة جزء من الكلمة اقتل. فوما لا سيرى العجب العجاب، وتحدثنا كثيرا عن الآيات اللي توري كيفاش غضب المولى وسخط المولى وعذابه خلد مخلد في النار. يعني لا فايدة، الناس هذوما لا يفقهون، صم بكم عم فهم لا يعقلون. الذين يقيمون الصلاة وهم رزقناهم ينفقون، إخوانكم في مصر هل أنتم تحاربوا فيهم لأن الغرب أراد ذلك، فاتبعتم أعداء الإسلام ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فما لاحظتوكم في عقولكم قال لي الإخوان المسلمين هم إرهابيون وإخواني غالطين، لأنهم فعلا لازم تريبون بعدو الله وعدوكم آخر من دونهم لا تعلمون الله يعلمهم. إخواني خاطئين على مدى 85 سنة وهم في الخطأ هذا. لا يجوز أن نلغي أوامر الله ليرضى عنا الشرق والغرب، لا يجوز. وهذا ما لمتم عليه كم مرة، وإخواني في تونس نفس الشيء، قلت لا إقدام على ما يلغي الإسلام، لأنه حين تلغي الشرق والغرب فأنت لست ملا تطبق الإسلام، وهذا يخلي أعدائك يجب أن يطعنون بدينك. قلنا هذا لا يجوز أن تواصل السياسات اللي هي ليست بسئلة وثيقة بالقرآن. قال ربي فلا تخشوهم واخشوني واحذرهم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولن يضركم إلا ما لا حاجة بسيطة إلا أذن. يعني أعدائك ولو لوحوا لك بعظم الأمور لا تصدق شيئا، لأنهم يعني لا يملكون شيئا من حياتهم ومستقبلهم، وهم أجل الجاهلين بذلك، هم مورطين بالدنيا والآخرة، وأنت تصدق تهويلاتهم وتهديداتهم وأوامرهم ونواهيهم، أين لك هذا؟ إخواني راجعوا أرواحكم، راهو الإصلاح سهل مدام عندكم ما لا شيء من الإسلام، وهذا لا يمكن أحد أن يسلبوا منكم. وأنتم علاش تبنون يدكم عليا؟ لأنكم عندكم شيء من الإسلام وتاريخكم يشهد لكم بهذا. لكن الخطأ وإن رتبتم أمور الحزب باش يكون آمن والجماعة تكون آمنة وأنتم مجال التسليح وكل شيء عندكم خدمتوا خدمتكم وجعلتم عندكم عيون في كل مكان، ولهذا حتى حد يجي يفتك بكم أنا في الظهر. لكن احذروا، لأن الله يكيد لمن كاد، ولا يمكن أن تكيدوا للإسلام. الإسلام يبقى كما نزل في القرآن والسنة والأحد القدسية، لا يمكن لنا أن نحارب لا بزيادة ولا بنقصة. ولهذا أنا أدعوكم إلى سبل السلام، أدعوكم لأن يريتوا من بعضكم هو من غرور واستبداد بالرأي وتهين العلماء، وهذا قلت لكم خطورة كبيرة، لأنه نبينا عليه الصلاة والسلام من جملة ما قال الذي لا يعطي عالمنا حقه فليس منا. ولهذا اللي سأولي أنا ولا أمثالي يلزم النهضة تكون بالمرصاد لهؤلاء وتحقق معهم، وإذا عرفتم هم عاقبتهم، لأنه لا يصلحون لا للنهضة ولا للأمة، ما يصلحون، هذا مصوليون ولا بد أن تفيقوا. وفما من هو مندس وعين عليكم، هذا لا تخلو منه أي جماعة. لكن أنا كعالم بعض ما قال يا ربي أنتم ألغيتوا هذه الصفة ولم تعترفوا بها إلى الآن، لكن رغم ألوف الفاسدين فيكم أنا من العلماء والحمد لله. وهذا ما قال ربنا سبحانه وتعالى فأما بنعمة ربك فحدث. وكيف أنظرتكم السبعينيات لحد الآن وقلت لكم هاول المرحلة ماذا سيجري وجع، ومع ذلك معيزوا لو طاروا، وهذا لا يجوز أن تتعنتوا في الخطأ. والدين النصيحة، ومن يهين النصيحة يهينه الله. حط في بالك توصل للمرتبة عليا في السلطة، سلطة الحكم، لكن ليس بدائم، لأنك ما خذيتش أنت سكوك الغفران من الله
وما تكسر عهد اللي كنت دائم، وانك ستبعد عن انتقام المولى والملك، لان وقع العبث بالدين واعطيتهم صورة غير صحيحة عن الاسلام. لذلك الرعاة والغوغاء ما لا عند نصيب من الصحة حين تطول عليكم وتلعنتكم بما ليس فيكم. انا عملت كل واجبي في الساحات وفي اللقاءات اللي نجم نعمله، لكن ردوني بظلم وعنف وكلام بذيء وتشويش. يعني السفهاء فيكم يقعدوا يشوشوا على الكلمة الحق اللي صادرة نابعة من القلب باش ما توصلش للجمهور وخاصة للشباب، لكن الشباب لو تقوا ويستحي باش تواصلوا الهيمنة، لأنه لحد الآن فما أوامر خفية اللي فلان البولاني راهو بابور وزفر، واللي كونه ما عنده شيء وكونه كل في الطب يعرف قراش ما عنده حد شيء مش صحيح، وهذا باطل وهذا كذب سقط فيه اخواننا في مصر. لا نكذب على الناس لان مش حافظ على حزب، لا حافظ على الحزب، وحافظ على الدين، ما حاشيش بيه الحزب، حاشي برضا ربي، لانه رغبتي هي ان اكون عبدا لله، ان اكون مبلغ، ان اكون وارث للانبياء عليهم الصلاه والسلام. تركوا تركه مباركه لابد ان ناخذ منها جزءا ونبلغه للناس، هذا التبليغ لابد منه. ولهذا اخواني بمصر لست بالشامتين، لكن لحد الان كلما تدخلت بس تنظروا شويه في الفيديوهات وتراوا بعض حقائق غابت عنكم او تغافلتم عنها او ما اعطيتوها غير القيمه اللي لازم تكون عليها، فراه هذا اللي خلاكم في الاتعاب هذه. لكن شهداءكم وشهاداتكم هم اهل قابلهم الله، اهل لهذا القبول وهذه الحظوة، نحن نفرح لهم ونستبشر بمصيرهم السماوي والحمد لله تعالى. لكن الباقون لحد الان ما همش فاهمين، اللي يضربوا منهم كل بنان واللي يجدوا فيكم غلظة ما همش فاهمين هذاك الطريق، هذاك الطريق تروا الله وطريق خاضوا به الانبياء حتى سيدنا عيسى عليه السلام، اللي اليوم يقولوا هو اذا كان ضربك واحد على صفعك على قلبك الايمن اعطيه، ما نعطيه الايسر، مش صحيح. سيدنا عيسى عليه السلام أطرد الفاسقين من المعبد ونهر الروم واليهود على بكرة أبيهم، وقال لكونه شهر سيفه في وجه الظالمين. هكذا كانوا الأنبياء عليهم السلام، لا تشوهوا سيرة هؤلاء، اختارهم الله والله يعلم حيث يجعل رسالته. لهذا كفوا يا إخواني، أرأوا إذا كان عدتم يعود ربي للتنكيل بكم، لأنه لا يكفي أن أتحزب، اللي بيبدأ الأساس هو أن أمتثل لأوامر الرحمن، وسيأتي الحديث عن هذا. لكن خليني نعطي سيدات اللي مش عند السيسي وعصابة السوء والشؤم، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. حصلت على الكل إذا كان هذا تحقق فيكم الخير الكل، واللي اليوم يتقاطعوا عليه الناس وهم واهمون مش يوصلون، وقد سيعذبهم الله ويحيل ربي بينهم ما يشتهون، هذا كل سيأتي إن شاء الله. الغرب والشرق أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، كما خرجك ربك من بيتك بالحق وأن فريقا من المؤمنين لكارهون. هذا دائما الإيمان في جماعة اللي تكره ما قرره الله، ولو النبي عليه الصلاة والسلام خرج إيش بيه هو مجد له، هو زيادة علو همة ويذكر فيشكر، كما خرجك ربك من بيتك بالحق وأن فريقا من المؤمنين الكارهون يجادلونك بالحق. وهذا اللي قاعد يقع فيه الأحزاب الدينية هو الجدال العقيم اللي أضر به وخلاهم لحد الآن ما عندهم ما يقولوا للعالم، ما عندهم ما يبلغوا للعالم إلا القليل منهم، ممكن بعض النهضة وحزب التحرير وبعض إخواننا من السلفيين والحمد لله تعالى، اللي يعملوا ما يعمل الجهاديون اللي هو لازم في سيناء وغير سيناء وفي فلسطين والحمد لله تعالى، وخاصة إخواننا من حماس
يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يصفون الموت وهم ينظرون. وإذ أيوة إن شاء الله نواصل لحلقة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.